الفترة الأخيرة نشر صورته وهو بلبس غرفة العمليات وكتب تعليق مقتضب جدا وقال الحمد لله قدر ولطف، ولأنه جمهوره متابعين وعارفين قد إيه هو هادي وكتوم ما انتظرش تفسير. الفنان حمد ربنا على أزمة حصلت وعدت وفقط. لما كلمناه عشان نسأله فهمنا أنه هو كان عمل أو خضع لتدخل جراحي في الأحبال الصوتية، ودي أكتر حاجة ممكن مطرب يترعب منها، أكتر حاجة مطرب ممكن يحس أنه متوتر جدا قبلها. الحمد لله طبعا قدر ولطف، بس هنحكي منه الحكاية بعد ما زال الخطر وبعد ما عدى الأزمة الصحية الحمد لله. النجم خالد سليم. اهلا يا خالد، اهلا بيك، الحمد لله على سلامتك. اهلا بيك، سلامتك، الف سلامه. اتفضل يا خالد. مبسوطين ان انت موجود معنا النهارده يا خالد. انا يعني في قمه سعادتي بصراحه ان انا موجود مع اعلاميه مخضرمه ومثقفه وجميله وخفيفه الظل وقريبه من الخ 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 يعني محتاج اشكرك اشكرك يا خالد وجمهور رائع. اشكرك يعني شكرا جزيلا. كنت بقول انه الناس يعني اتخضت وما فهمتش لما انت كتبت الحمد لله قدر ولطف وما عرفوش ايه اللي حصل. ايه اللي حصل يا خالد؟ هنبتدي من الاخر. كان طلع لي كيس دهني على احبالي الصوتيه ورم، والحمد لله تم استئصاله وتعمل له مزرعه والحمد لله طلع حميد ما فيهوش اي حاجه الحمد لله رب العالمين. يعني مش اللي هي النتوءات بتاعه المغنيين دي؟ لا. قول لي انت اتخضيت قد ايه لما الدكتور قال لك ان انت عندك كيس دهني؟ يا نهاري. يعني طبعا قلقت جدا، وموضوع حساس قوي يعني في احبالي الصوتيه، يعني في الصميم. ابتديت بقى اخش في خيالات بقى، يعني ممكن العمليه تحصل مثلا بعد الشهر، يحصل حاجه يشيل زياده من الاحبال الصوتيه مثلا، يحصل اي مشاكل يعني. المكان حساس، الريسك كبير. مخاطره كبير. بعديها بقى عملنا منظار كان واضح جدا وكان باين قوي، فظهر ان في تجمع دموي، ده اللي اتقال لي في الاول. لما اتعملت العمليه قال لي لا، ده كيس دهني، يعني طلع كيس دهني. بعد بقى التدخل الجراحي قعدت قد ايه ممنوع بقى من الغنى او الكلام؟ بيبقى لهم طلبات الدكاتره. كان المفروض ان انا 20 يوم من غير كلام خالص نهائي، وطبعا مفيش اي مجهود لا في غنى ولا في، يعني مجرد الكلام، حتى الوشوشه، يعني لو انا حاولت ان انا اهمس ده بيبقى لود اضعف اكبر على الاحبال الصوتيه فبيرهقها بشكل فظيع. خالد الف لا باس عليك، والحمد لله ان انت رجعت لعافيتك وبروجرامك الاعتيادي الحمد لله. انما عرفت كمان ان انت ابتديت من بعد المرحله دي ابتديت نظام رياضي صارم. بسبب الفترات الطويله اللي انا تعبت فيها قبل العمليه، كان مطلوب مني ان انا ابقى مرتاح تماما وان انا اخد ادويه فيها كورتيزون. فمع قله المجهود اللي كنت بعمله، مثلا بطلت اروح الجيم خالص، قلت خلاص انا هريح نفسي وهبتدي اخد الادويه بتاعتي. مظبوط. واعتذرت عن اعمال كتيره جدا في مقابل ان انا اقعد ابقى مرتاح مريح نفسي. فوزني زاد جدا بشكل فظيع، والكورتيزون بيملى ميه بشكل بيعمل احتباس مائي في الجسم، فبالتالي الجسم والوش بيكبر قوي. فكان يعني على الميزان، بمعنى انه تأثير الكورتيزون واحتباس المية وزيادة الوزن على الميزان. كنت زيادة كم كيلو يا خالد؟ كنت 124 كيلو، 124 على الطول ده، فاهمة؟ وصلت 124 كيلو. 124 كيلو وانت وزنك المثالي؟ نقول 103، يعني بوزن العضل، بالطول، بالعضم. يعني اكتر من 20 كيلو زياده.
ده يجيب اكتئاب اكتر بقى. اه بالظبط. اه يعني ده ما بغنيش وعندي 20 كيلو زياده، دي مرحله مش لطيفه. ممنوع ان انا اروح الجيم، ممنوع ان انا اعمل اي مجهود، ولازم اخد الادويه. ف من كل النواحي الدنيا كانت بايظه. اتمنى لك مش بس السلامه، انما الشكل الملائم اللي انت تحبه.